مقطع مصور تداولته مواقع موالية، كلما ظن المشاهد أنه سينتهي استمر بالتسجيل كأنه بلا نهاية. المشاهد هذه المرة من حي الخضر في مدينة حمص لطابور بشري مؤلف من مئات المدنيين أثناء انتظارهم دورا للحصول على جرة غاز قد لا تأتي. وفيما اعتبر طابور حمص منافسا من حيث الطول والإذلال لطابور اللاذقية، تفاجأ أهالي المدينة بنفي رئيس قسم الغاز التابع للنظام وجود أي طوابير، معتبرا أنها مجرد فبركات. يعني هذا الطابور اللي عم ينحكى عنه، يعني فعلا احنا من قصة الفبركات الإعلامية. موضوع الفيديو انه غير دقيق، هلا مراسلنا اكد ونزل شافه يعني بعينه صراحة. غير ان ما اعتبر صفعة لرئيس قسم الغاز على وسيلة إعلامية موالية زاد من مفارقاته وسيلة إعلامية روسية، فتنشر وكالة سبوتنيك الخبر ونقيضه في ذات اليوم، تقول تارة إن أهالي إدلب يناشدون ميليشيات أسد لتحريرهم نتيجة لسوء الأوضاع الإنسانية والمعيشية، ثم تنشر خبرا يناقض سابقه وتقول إن فنانا سوريا ينضم لجوقة المعترضين على سوء الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرة نظام الأسد. السؤال هنا طرحه موالون أيضا، أي يصدقون خبر سبوتنيك الأول أم خبر سبوتنيك الثاني؟ أي يذهبون لمناطق سيطرة ميليشيا أسد أم يفرون منها؟ على أي عودة للوطن؟ أي عودة للوطن؟ مشان تزلوه على دور جارة الغاز يوقف 10 ساعات باليوم؟ قد يكون الجواب جاء سلفا على لسان صحفي موال عندما تساءل عن أسباب عودة المهجرين أصلا، فضلا عما ادعته الوكالة الروسية بخصوص مناشدات أهالي إدلب المزعومة، خصوصا أن المقاطع تشير إلى أن أصحاب محلات الغاز والمحروقات في محافظة إدلب لم يعد ينقصهم بحسب الصور إلا مناشدة الأهالي لشراء جرة الغاز. غير أنه وبالعودة لطوابير حمص ودمشق وحلب، ثم ظهور وزير نفط النظام في اللاذقية للإشراف على عمليات توزيع اسطوانات الغاز باعتبارها كمكرمة، علق موالون هذه المرة على ظهور الوزير بأن الفكرة ربما وصلت، وأن المشهد لا يكاد يختلف عن سابقه في الغوطة الشرقية قبل نحو 10 أشهر.